متابعينا الكرام، وسعد الله اوقاتكم. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناتكم المفضله ايفون تي في. فيديو اليوم كما شاهدتم في العنوان سيكون تقديم لاحد اقوى وافضل برامج التحكم الكامل في جهازك الايفون او الايباد او الايبود بواسطه الكمبيوتر. وايضا لدينا لكم مسابقات في هذا الفيديو للفوز بايفون اكس ار مقدم لكم من طرف شركه اي موبي الداعمه لهذا الفيديو. وايضا لدي شخصيا 3 كودات لتفعيل هذا البرنامج، واحد سأستعمله شخصيا واثنين ستكون من نصيب 2 متابعين منكم. خليكم معنا لنهاية هذا الفيديو القصير لنتعرف على جميع التفاصيل. اهلا من جديد شباب، كيف حالكم؟ اذا كنت تزورنا لاول مرة وتهتم بمواضيع الايفون لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لتتوصل باقوى مواضيع الايفون على شكل اشعار دائما ما ستحبها. اذا اخوانا ندخل مباشرة في صلب الموضوع. هذا هو البرنامج، اسمه AnyTrans من شركة اي موبي. بعد تجربته شخصيا صراحة برنامج رائع صراحة ومفيد جدا في حاسوب كل من لديه ايفون. من اهم مميزات هذا البرنامج نقل البيانات والملفات الخاصة بك بين اجهزة اي او اس والاندرويد والهواتف واللوحيات وخدمة التخزين السحابي على الكمبيوتر البي سي والماك. كل هذا مجاني بطريقة مرنة وغير محدود. وايضا التوافق التام مع كل الهواتف المحمولة والخدمات السحابية. يمكنك تصفح، تنظيم، تحرير، نقل او نسخ احتياطي من المحتويات على الهواتف المحمولة والخدمات السحابية الى الكمبيوتر في مكان واحد. وما يميز هذا البرنامج هو انه فائق السرعة لنقل الملفات الى اي مكان بضغطة زر واحدة. طريقة التحميل والتثبيت سهلة جدا، فقط ادخل على هذا الرابط الذي سأتركه لك طبعا في الشرح تحت الفيديو. سيأخذك مباشرة الى هذه الصفحة، صفحة التحميل. كما تشاهدون يمكنك تحميل البرنامج بالمجان والتمتع بجميع المميزات لمدة اسبوع كامل بالمجان، ومن ثم تشتري كود تفعيل البرنامج اذا اعجبك، او يمكنك شراء البرنامج مباشرة مع امكانية استرجاع نقودك مدة 60 يوم من هنا. بعد تثبيت البرنامج نثبته بطريقة عادية جميع البرامج بدون تعقيدات. ندخل على البرنامج وهذه واجهته كما تشاهدون، حيث يمكنك ببساطة تامة وبنقرة زر واحدة نقل الملفات بين ايفونك والكمبيوتر، سواء الصور، الفيديو، الموسيقى، الرسائل او جهات الاتصال، وجميع الملفات بسرعة هائلة. طبعا كما قلت لكم عندي 3 اكواد مقدمة لكم من الشركة لتفعيل البرنامج للابد، واحد لي واثنين ستكون من نصيب محظوظين منكم. حيث طريقة الدخول في السحب سهلة جدا، تأكد على انك مشترك في القناة ومفعل الجرس، اعمل لايك لهذا الفيديو، ثم اكتب لنا رد تحت الفيديو عبر فيه عن رأيك بخصوص هذا الفيديو وهذه المسابقة. وضروري جدا 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 تعمل الخطوات الثلاثة دون نسيان اي واحدة لتدخل السحب. القرعة ستكون هنا على القناة بعد 5 أيام من اليوم، اليوم 24 شهر 11، يعني القرعة ستكون يوم 29 من نفس الشهر بإذن الله. نمر إلى المسابقة المقدمة لكم من طرف شركة اي موبي بالشراكة مع موقع ايفون اسلام، حيث سيكون ايفون اكس ار الجديد من نصيب احد المحظوظين منكم. وللعلم القرعة ستتم غدا ان شاء الله يوم 25 شهر 11. الشروط ايضا سهلة جدا، ستدخل لهذه الصفحة، الرابط مباشر تحت الفيديو ايضا. كما تشاهدون هذه صفحة المشاركة في القرعة. الجائزة كما تشاهدون ايفون اكس ار سوف يتم شحنه للفائز، طبعا يتكفل الفائز بمصاريف الجمارك او اي مصاريف اخرى. الجائزة الثانية هنالك ايضا، يعني اذا شاركت في هذه المسابقة هنالك جائزة اخرى، 3 نسخ من تطبيق AnyTrans الاصدار الكامل، يعني سيكون هنالك 3 كودات تفعيل مقدمة لكم غير الكودات التي سأقدم لكم شخصيا. هذه كودات اخرى موجودة في هذه المسابقة، 3 كودات ستكون من نصيب احد المحظوظين منكم.
يعني نسبة الربح كبيرة جدا أخواني في هذه المسابقات، فقط اعمل جميع الشروط وانتظر إن شاء الله يوم عمل القرعة لتكتشف إذا كنت أحد المحظوظين. شروط هذه المسابقة أخواني كما تشاهدون أمامكم: نزل تطبيق زامن وتابع موقع آيفون على آيفون إسلام طبعا على الإنستغرام فيسبوك وتويتر بالضغط على هذه الأيقونات. لتنزل تطبيق زامن فقط تضغطوا عليه، تشاهدون على أنه مكتوب بالأحمر. تطبيق زامن هو تطبيق خاص بأخبار الآيفون مقدم من هذا الموقع. طبعا يمكنك أن تقوم بتثبيته وتجربته، إذا أعجبك تحتفظ به وإذا لم يعجبك فلك كامل الحرية في حذفه. طبعا كما تشاهدون الشرط الثاني: اطلع على مميزات تطبيق أنيترانس من هذا الموقع. طبعا هو هذا البرنامج الذي شاركته معكم الآن، يمكنكم الاطلاع على معلومات إضافية بالضغط على هذا الكتابة الحمراء مميزات أنيترانس. الشرط الثالث: قم بتنزيل النسخة التجريبية المجانية من تطبيق أنيترانس فور اي او اس عن طريق هذا الموقع. ويعمل برنامج أنيترانس اي او اس فور اي او اس على كل نظام الويندوز والماك. طبعا فقط تقوم بتنزيل هذا البرنامج لتجربته. الشرط الرابع والاخير: قم بالتعليق على هذا المقال برأيك بعد تجربة النسخة التجريبية من التطبيق. الرد لازم يكون على هذا الشكل، تقوم بكتابة على سبيل المثال طارق منصور من مصر، ثم تكتب رأيك في على حساب البرنامج، يعني تكتب اسمك والبلاد التي أنت منها ثم تكتب رأيك في البرنامج. وكما قلت لكم السحب إن شاء الله سيكون يوم غد. طبعا لما تقوم بإضافة الرد كما تشاهدون يجب عليك أن تقوم بإضافة البريد الخاص بك، وهو الذي سيتم مراسلتك من عليه طبعا إذا كنت أحد الفائزين بأحد الجوائز. أتمنى ينال فيديو اليوم إعجابكم أخواني، لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك إذا لم تكن مشترك. نلتقي غدا إن شاء الله في فيديو جديد على قناتكم المفضل آيفون تي في. بيس.